أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما رحمة من الله لنت لهم فبما رحمة من الله أنزل الله سبحانه وتعالى عليك يا محمد رحمة، فبهذه الرحمة لنت لهم، لنت يا محمد لهم، سهلت أخلاقك، خالفوك، ومع ذلك تلين لهم بسبب هذه الرحمة التي جعلها الله في قلبك. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولو كنت فظا، الفظ يعني في القول، غليظ القلب، الغليظ في الغلظة في القلب، يعني سيء الأخلاق، جافي، أغلظت على لانفضوا يعني تفرقوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فاعف عنهم، تجاوز عنهم بما فعلوه، واستغفر لهم يعني استغفر لهم ذنوبهم حتى أغفر لهم، وشاورهم في الأمر. المشاورة يعني استخراج آرائهم في الأمر، في شأنك من الحرب وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم كان كامل الرأي، تام التدبير، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أمره بالمشاورة، وشاورهم في الأمر لأجل لتطيب قلوبهم، وكذلك لأجل أن يقتدى به صلى الله عليه وسلم. لذلك كان صلى الله عليه وسلم كثير المشاورة لهم. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فإذا عزمت على إمضاء ما تريد بعد المشاورة فتوكل على الله، ثق بالله سبحانه وتعالى لا بالمشاورة، توكل على الله لا على المشاورة. إن الله يحب المتوكلين الذين يتوكلون على الله، فالله سبحانه وتعالى يحبهم، ومن آثار المحبة أنه يثيبهم عليها في الآخرة. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. إن ينصركم الله، ينصركم بمعنى يعينكم على عدوكم، مثل يوم بدر، فلا غالب لكم، لا أحد يغلبكم إذا أراد الله سبحانه وتعالى النصر لكم. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وإن يخذلكم يترك نصركم، مثل يوم أحد لما خالفتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذا الذي ينصركم من بعده، يعني لا ناصر لكم إلا الله من بعده، يعني من بعد خذلانه. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله يعني لا على غير الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ليثق المؤمنون بالله سبحانه وتعالى. وما كان لنبي أن يغل. وما كان لنبي، قالوا أن فقدت قطعة تسمى قطيفة، قطعة حمراء يوم أحد، فقال بعض الناس ولعله من المنافقين لعل النبي أخذها، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، لكن هذا سبب هذا النزول ضعيف لا يصح. عموما وما كان يعني وما ينبغي لنبي أن يغل. الغلول أخذ شيء من الغنيمة خفية، يأخذ شيء من الغنيمة خفية، هذا يسمى الغال. لا ينبغي لنبي أن يغل يعني يخون في الغنيمة، فلا تظنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الظن السيء. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ومن يغلل يأخذ من الغنيمة، يسرق من الغنيمة خفية. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة حاملا له على عنقه، كما ثبت في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال لا ألفين أحدكم يجي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، إلى آخر الحديث. هذا من باب تعظيم أمر الغلول، وأنه من كبائر الذنوب. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم توفى كل نفس الذي غل وغيره، توفى جزاء ما كسبت يعني ما عملت، وهم لا يظلمون، لا يظلمون شيئا من أعمالهم. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أفمن اتبع رضوان الله، أطاع الله سبحانه وتعالى ولم يغل ولم يفعل شيئا مما يغضب الله، كمن باء بسخط من الله،
كمن باء، يعني كمن رجع بسخط من الله لمعصيته لغلوله؟ الجواب لا. ثم ذكر مآل الصنف الآخر، من باء بسخط من الله، ومأواه جهنم وبئس المصير، يعني بئس المرجع هي وهي جهنم. هل يستويان؟ الجواب لا يستويان. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. هم درجات، درجات يعني أصحاب درجات، هم أصحاب درجات عند الله، منازلهم تختلف. فالذي اتبع رضوان الله له الثواب، والذي باء بسخط من الله فعليه العقاب. والله بصير بما يعملون، فيجازيهم الله سبحانه وتعالى عليه في الآخرة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. لقد من الله، من يعني أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، يعني على المؤمنين، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني يتكلم بلغتهم فيفهموا عنه، وكذلك يشرفوا به، وليس ملكا ولا أعجميا، من أنفسهم يعني من جماعتهم، من أنفسهم يعني من جماعتهم. والقراءة الأخرى إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، من أنفسهم يعني من أفضلهم، من أفضلهم. والآية هذه هي عامة، هي عامة لسائر المؤمنين، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يبعثه ملكا ولم يبعثه من غير بني آدم. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته، يعني القرآن، ويزكيهم، بسبب أنه يقرأ القرآن عليهم فيزكيهم، صار صلى الله عليه وسلم سببا في تطهيرهم من الذنوب. ويعلمهم الكتاب، يعني القرآن، والحكمة أي سنة، وإن كانوا من قبل، يعني من قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، لفي ضلال مبين أي بين الضلال. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا. أولما أصابتكم مصيبة، وهي بأحد قتل منكم 70، قد أصبتم، أصبتم المشركين مثليها ببدر، فقتلتم 70 وأسرتم 70، إذن أنتم أصبتم المشركين مثليها ببدر. يقول الله سبحانه وتعالى قلتم متعجبين أن هذا، يعني من أين لنا هذا الخذلان ونحن مسلمون ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، يعني هذه محل استفهام إنكاري، ينكرون. قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. قل لهم، قل لهم هو من عند أنفسكم، لأنكم خالفتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فخذلتم. إن الله على كل شيء قدير، ومن قدرته سبحانه وتعالى النصر، ومن قدرته عدم النصر، منع النصر عنكم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.